تكللت جهود الدكتور أحمد عبد الله الجبوري رئيس كتلة المحور النيابية والدكتور المهندس عمر جبر خليل لتحقيق المصالحة المجتمعية وطي ملف النازحين نهائيا بالنجاح الباهر، وهذا ما تحقق من زيارة نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس للمحافظة التي أسهمت في تعزيز الملفين الأمني والاجتماعي. التقرير الذي أعده الزميل أحمد صلاح الدين يسلط الضوء على زيارة وما تمخضت عنه من نتائج مثمرة. بعد سنوات عجاف حلت بالنازحين جراء الفترة المظلمة لسيطرة داعش الإرهابي على مختلف مناطق صلاح الدين، أصبح هذا الملف من الماضي وطي صفحته بشكل نهائي، وذلك بالجهود الحثيثة والقيمة التي عملت وما زالت تعمل بها حكومة صلاح الدين المتمثلة بالدكتور أحمد عبد الله عبد الجبوري رئيس كتلة المحور النيابية ومحافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل، اللذان أكدا ضرورة وأهمية تفعيل قرارات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تنظيم علاقة الحشد الشعبي مع صنوف القوات المسلحة، والذي أسهم في ترسيخ قواعد الضبط العسكري وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع مناطق صلاح الدين، وضرورة إنهاء المظاهر المسلحة في جميع مناطق المحافظة. الدكتور المهندس عمار جبر خليل وخلال لقائه السيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي شدد على أهمية تفعيل آلية التعاون المشترك، والذي يصب في عودة جميع النازحين الأبرياء إلى مناطق سكناهم الأصلية بعد تحريرها من براثن داعش الإجرامي، لتحتل مناطق العوجة وسيد غريب مقدمة تلك المناطق، وهي بمثابة خطوة نحو تعزيز أواصر وأركان السلم المجتمعي التي تعيشه جميع مناطق صلاح الدين اليوم. وبهذا الصدد فإن إدارة وحكومة المحافظة أخذت على عاتقها إرجاع آخر نازح إلى منزله وتوفير العيش الآمن له خدمة للصالح العام، والتي أثبتت توجهات الحكومة المحلية في إشاعة أجواء المصالحة المجتمعية للحفاظ على أمن واستقرار أبناء صلاح الدين.